حبيبي يا يحيى، اخبارك اخبارك ايه؟ وحشني كتير. وانت كمان والله يا كابتن. يعني هبتدي معاك من ملف تجديد الوينش، واحد من اللعيبه المهمه واحد من الركائز الاساسيه لنادي الزمالك، وشايف فكره التجديد لعقود اللعيبه زي ما كنت بتتكلم القوام الاساسي لنادي الزمالك دلوقتي، اعتقد ان هو مهم يا كابتن. طبعا هي خطوه مهمه جدا لنادي الزمالك ان هو جدد مع الونش، انا شايفه احسن مدافع موجود في مصر حاليا، فخطوه مهمه. وجاله عروض قبل كده تمام من السعوديه، وده برضه خلي بالك علامه ان هو بيحب نادي الزمالك، ان هو جدد في نادي الزمالك وهو مستريح في صحيح. النادي. ودي كمان خلي بالك بتبقى رساله للعيبه كمان انها هتجدد، اما اللعيب نفسه بيشوف اللعيبه اللي حواليه المهمه او اللي هي القوام الاساسي في الفريق موجود وبيجدد، فده بيشجعه ان هو يجدد للنادي. وانا من وجهه نظري لو الزمالك، يعني الزمالك لو خلى، لو عرف يسيطر او يجدد للعيبه اللي هي قوام الاساسي بتاع نادي الزمالك وجاب له صفقه او اثنين، انا شايف ان ده هو ده النجاح الاكبر، مش طبعا انت تمشي لعيبه موجوده وتجيب لعيبه مكانها، لا هو اللعيبه دي اوريدي موجوده كويسه جدا، الكواليتي بتاعها عالي، وكلهم كنت ثلاث ارباع صغيرين في السن يعني لسه مش كبار، فانت لو حافظت عليهم هو ده النجاح الكبير بالنسبه لي. يعني شايف أزمة فرجاني ساسي ورحيل فرجاني ساسي، سواء بقى الكلام خلاص يمكن كتير قوي عن فرجاني ساسي، ولسه مش بشكل رسمي فرجاني ساسي خارج نادي الزمالك، لسه في كلام كتير، شايف إمام عاشور إزاي يا كابتن مجدي من وجهة نظرك؟ هل هو يقدر يعوض غياب فرجاني ساسي، ولا محتاج، لا محتاج لعيب تاني، محتاج صفقة تانية تعوض فرجاني ساسي في حال رحيله عن نادي الزمالك؟ بص يحيى، عشان الناس بتتكلم كلام كتير جدا في الموضوع، صحيح. هو امام امكانياته كويسه جدا، قوي سريع بيدافع كويس بيعرف شوت بيهاجم كويس بيعرف يعمل سروهات كواليتي كويس، بس في الاخر ما ينفعش ان انا هعوض لعيب بقى له ثلاث سنين في النادي ومؤثر جدا جدا في الفرقه في نفس اليوم او في ماتش او اثنين او ثلاثه او اربعه. صحيح، لازم هو الموضوع تصبر عليه كله كتير. عاوز شغل، بالظبط عاوز شغل وعاوز تطوير وعاوز الناس تصبر عليه، ما ينفعش يتقارن بفرجاني ساسي. يعني خلينا نتكلم واقعيا، مفيش لعيب بيلعب ثلاث سنين صح وخد بطولات مع النادي والناس كلها بتحبه وكواليتي مختلف عن الموجودين في مصر كلهم عامه، مش في نادي الزمالك بس، فطبيعي جدا ان انت امام ما ينفعش تحط تحت ضغط المقارنه بفرجاني ساسي. هو امام لعيب كويس ويجي منه وصغار في السن ويقدر يتطور ويوصل لمستويات عاليه، الكلام ده كله دي شغله المدرب، وفي نفس الوقت ان الجمهور ما يضغطش عليه وان هو يحسسه ان هو دايما بيتقارن بفرجاني ساسي ويقول الكلام ده كله. في الاخر اشتغل واكيد طريقه اللعبه هتختلف، واكيد الادوار اللي هيقوم بيها امام مع طارق حامد هتختلف، فهو ده كل الموضوع. ما ينفعش نقارن لعيب بقاله 30 بيلعب بلعيب لسه صغير في السن ولسه طالع، يعني البوتنشال بتاعه قوي او كبير، لكن في الاخر لسه محتاج شغل ووقت. طبعا شايف الزمالك عنده مشكله في الاسترايكر يا كابتن مجدي، يعني مروان حمدي والجزيري، شايف الزمالك محتاج مهاجم؟ من وجهه نظري محتاج مهاجم طبعا، يعني الجزيري لعيب كويس، يعني هو الجزيري احسن لعيب موجود في او القوام اللي هو بتاع المهاجمين في نادي الزمالك، هو احسن لعيب موجود فيهم، قوي سريع هجام يقدر يتعب لك مدافعين، مهاري بيعرف يلعب بدماغه، يعني عنده كل الامكانيات القويه لاي مهاجم يتمنى اي نادي، بس في الاخر ما ينفعش ابقى لوحدي. يعني شايف مروان، طب مروان حمدي تقييمك ليه يا كابتن؟ يعني بعد صفقه مروان حمدي الناس كانت مستنيه مروان يظهر بشكل غير كده خالص. بص يا يحيى، انا عشان اقيم مروان على الاقل يلعب 3 4 ماتشات ورا بعض عشان تقدر تقيمه او تحكم عليه، صح؟ انت في الاخر احداد، مثلا الناس كلها كانت بتتكلم احداد، لما لعب 4 5 ماتشات ورا بعض جاب اجوان وقال لك ده لعيب كويس الكلام ده كله، فانت في الاخر لعيب ما ينفعش العبه مثلا شوط وبعد كده اروح قعده 4 5 ماتشات، صحيح، شوط وبعد كده 4 5 ماتشات، ربع ساعه الكلام ده كله كمهاجم ما ينفعش. ممكن لعيب في وسط الملعب الدنيا في الزحمه ويتسلم ويستلم والكلام ده كله ما يبقاش ظاهر قوي، لكن المهاجم في الاخر انت محتاج ان هو يجيب اجوان ومحتاج تحركات ومحتاج شغل معين عشان تقدر تقيم المهاجم، فانت لازم الراجل ياخد 3 4 5 ماتشات على الاقل عشان تشوف مستواه، وده ما اعتقدش ان ده حد يصبر عليه في الوقت الحالي في الزمالك. لا مش، ما اعتقدش. داخل على 8 ماتشات مهمين جدا بالنسبه لك، هم مفتاح الدوري، فما اعتقدش ان حد هيصبر. عندك ماتش مهم بكره في الكاس، محتاج بتلعب على بطوله ثانيه محتاج تركز فيها. انت ما عندكش غير الدوري والكاس، صحيح، هم البطولتين اللي في المتناول، فانت لو ما قاتلتش على البطولتين دول هو ده الموسم بتاع نادي الزمالك. طب اخيرا يا كابتن احمد، تقييمك ايه الكارتيرون مع نادي الزمالك حتى الان؟ ويمكن الشكل بعض الاوقات الجمهور نادي الزمالك ما بيكونش راضي عن الشكل، ولكن بشكل عام من وجهه نظرك تقييمك ايه الكارتيرون؟ بص، يا الدنيا ماشيه، يعني الدنيا ماشيه والنتائج ماشيه والكلام ده كله، في مشاكل فنيه طبعا واضحه للناس كلها، الناس كتير قرايه الماتش ودخول الماتش وبيقدر يبدا رد فعله او يقدر يفكر في الماتش بعد 35 او 40 دقيقه، وقلنا الكلام ده كله مش هيسعفه في وقت من الاوقات، لان دراسه الماتش دلوقتي هي اكتر من 40% من الماتش،
الدراسه دي بتدرس لك الفرقه اللي قدامك بتلعب عليها ازاي، النقط الضعف، النقط القوه اللي انت تشتغل عليها، التكتيك اللي انت بتحطه في الملعب اختارت ازاي، اشتغل ازاي. فده كله بيتاخر دايما بعد 30 40 دقيقه ما بيشوف الفرقه اللي قدامه بتعمل ايه ويبدا يحاول يحل. دي نقطه، التغييرات دايما متاخره. طريقه اللعب نفسها كور طويله كتير جدا او فيها زهق، بتستحوذ على الكوره بعد كده بتزهق بتروح حاطط كوره طويله، مفيش حاجه تحس ان انت مدروسه او متمرنين عليها. ممكن كنا نديله العذر اول لما جه كان بقى كل 3 ايام ماتش فمش هيقدر يحط البصمه بتاعته، لكن بعد 15 يوم اللي فاتوا بتوع التوقف الدولي اللعيبه 3 ارباع اللعيبه كانت معاه، ويعني 90 95% من اللعيبه كانت موجوده، هتقدر تقيمه بعد التوقف. يعني في الاخر زي ما انت قلت بصراحه، طالما الدنيا ماشيه ما بتحسش ان في هجوم او في كلام كتير، طول ما انت بتكسب. انت لما تيجي تحلل يحيى حتى وهي ماشيه لازم تحلل صح، انت بتحلل صح في الاخر ايه اللي المفروض يحصل، لكن هي ماشيه وبيكسب وماشيه. ففي ناس كتير قوي بتقول لك الراجل نجح رقميا زي ما موسيماني مع الاهلي نجح رقميا، صحيح، لكن في اوقات من الاوقات في وقت من الاوقات لا الاداء في الاهلي الشكل ما بيبقاش كويس. صحيح. يعني في الاخر بشكرك يا كابتن احمد ودايما منورني كده وبسعد بالكلام معاك فنيا. بشكرك واحد من نجوم نادي الزمالك طبعا كابتن احمد مجدي، كنت مشرفني ومنورني. مشاهدينا